عادت المسارح لتمتلئ بجمهورها المتعطش للثقافة والفن، وذلك بعد انقطاع قصري بسبب جائحة كورونا. هنا مسرحية وهناك ليلة لإحياء الموسيقى التراثية، وعلى أحد المسارح حفل غنائي، أما في المعارض كتب وأمسيات شعرية. على الرغم من أن الإجراءات الوقائية واجبة وغيابها محل انتقاد، إلا أن الحياة عادت إلى القطاع الثقافي والفني، فما تأثير ذلك على الأجواء العامة؟ كيف ينعكس ذلك على العاملين في هذا القطاع؟ هذا ما سنتحاور به مع ضيفنا الأكاديمي والموسيقي الدكتور محمد وصف، لكن في البداية سنستمع إلى رأيكم أنتم. الثقافية يمكن بالنسبة للأردن يعني مهرجان جرش يعني لأكثر يعني انتظار، لأنه يعني بيعمل جو في البلد وبيجذب السياح، فباعتقادي أنه الأفضل يعني مهرجان جرش. بحب أروح، بستنى يعني أنه يجي بعد كورونا وهيك بروح بحضر إن شاء الله. يعني هو فيش عنا غير مهرجان جرش، ومهرجان جرش يعني أنا أصحابي كثير فنانين بحب أنهم يشتغلوا، بس ما بتفرج عليه يعني، بس بحب انهم يشتغلوا فنانيننا الاردنيين. انا مش انترستد بالمهرجانات، بس بفضل الندوات اللي بتكون تعليميه، كوني انا بالميديكال فيلد ممكن اشياء الدورات والندوات والمحاضرات اللي بتكون بالميديكال فيلد واللي بتدعمه افضل يعني، بحضرها وبتابعها. ممكن المهرجانات الاشياء الثقافيه، مهرجان جرش مشان احضر المواهب والفنانين. بتوقع في معرض عمان الدولي اللي بيصير بطريق المطار، معرض كتير لطيف، بيصير مثلا احيانا عن الجمال عن الصحه، احيانا بيصير كتب بجيبوا مثلا حضارات من برا زي الحضاره الفرعونيه، هاي القصص لطيفه جدا. مهرجان جرش، مهرجان معرض الكتاب براس العين بعد موجة كورونا فتحت، يعني نتمنى نرجع نشوف هيك شغلات ونشارك هيك مهرجانات ان شاء الله. طبعا احنا كنا مهتمين يعني اكثر شيء في اللي هو معرض الكتاب الذي كان يقام سنوي يعني، وكنا مشاركه عدد كبير من الدول يعني، واكيد كان لنا اهتمام كثير فيه بالنسبه للكتب وتشكيله الكتب اللي فيه. بصراحه هلا حاب احضر مهرجان جرش، في حسين الديك رح يجي، انا جدا محبينه يعني موجودين، وحابه اني اروح حفلته. طبعا شفت انه لازم الواحد كمان يلتزم ياخذ احتياطاته للكورونا. إذن أستاذ محمد واصف معنا الحديث أكثر عن كل ما سمعناه ونعلق عليه. صباح الخير أستاذ محمد. يسعد صباحك إسراء، وصباح الخير لكل مشاهدي. أهلا وسهلا فيك. في البداية بحب أعرف تعليقك على المداخلات اللي سمعتها، وهل فعلا إحنا تأثرنا بانقطاع الأدب والموسيقى أو الفعاليات الثقافية؟ هل كانت جزء من حياتنا بفترة من الفترات؟ أولا يعني تعليق أي إنسان العامي الوسيط قبل الأكاديمي على موضوع حاجة روحه، هذه مساحات ليس من العدل أن نتحدث فيها، وقد دخلنا باكرا في الألفية الثالثة، الألفية اللي كشفت لنا المشهد أكثر بوجود الميديا في حياتنا وهذا الكم الهائل من وسائل النشر التكنولوجي. هذه مساحات هي مطلب عند الناس، فبالتالي أي تعليق لا رأي لي أولا أو هي حاجة. فبالتالي الثقافة والفنون في حياة الفرد ومن ثم حياة المجتمعات هي حاجة وليست ترف، فليس من العدل الآن أن نعود ونتحدث بأن الموسيقى مطلب أو المسرح مطلب أو أن أدخل بأطفالي إلى جاليري. بالأمس كنت أنا وأطفالي في معرض الكتب مثلا، صحيح اشترينا كتب، لكن المشهد والإيقاع والمساحات اللي بتمنحها للطفل من فرح ومن بهجة ومن التقاء مع الورق، هذه مساحات مهمة، مثل الالتقاء مع النغم، مثل الالتقاء مع الصوت، مثل الالتقاء مع الصرخة على المسرح، مثل الالتقاء مع الألوان في اللوحة. فبالتالي لكن هل معي إحنا يعني هذا الموضوع وهذا التأثر؟ للأسف تنظر الدول المنشغلة باقتصادها إلى الفنون بأنها ترف وليست حاجة، وللأسف الوعي بأهمية الموسيقى بالتحديد لأنه تخصصي، والموسيقى هي مسرح، والمسرح هو موسيقى، والفنون التشكيلية حتى الألوان في اللوحة هي إيقاع موسيقى،
ما زلنا ندور بنفس الأفق بأنه هل الموسيقى حاجة وليس؟ خرجنا من قضية حلال وحرام ودخلنا ممكن في متاهات للأسف الأخلاق في بعض الأحيان، لذلك ينظر بالذهاب إلى أي فعالية مثل جرش الآن أو أي فعالية مسرح بأنه خليني أتأنى شوي، لكن أرواحنا بحاجة مثل ما أجسادنا بحاجة لتغذية أرواحنا. الناس يعتبرها تضيع وقت أحيانا أو سخافة من نوع معين. لماذا نصبر على أجسادنا أو لا نصبر أكثر من يوم جوعا أو نظافة أو ونترك أرواحنا؟ في ناس تترك أرواحها طول العمر بدون تغذية، كيف بنغذي روحنا إحنا؟ كيف ممكن إنه حياتي تكون ذات إيقاع أو ضجيج منظم؟ الصوت في كل الكون هو نوعين، منغم وغير منغم، المنغم اللي له موجة واحدة محددة وغير المنغم اللي موجته غير محددة، وإحنا بنتعامل في حياتنا مع النوعين، لأن كيف أنظم وأوحد موجتي؟ حتى المريض لما بيروح للطبيب إسراء أول شيء بفحصه نبضه إيقاعه، وإذا كان الإيقاع مختل بعمل تخطيط، التخطيط كيف بيظهر إنه الموجة بتكون مبعثرة أو متفاوتة السعة؟ فبالتالي إحنا حكيتي شغلة مهمة، هل إحنا بحاجة؟ هل فعلاً طيب إحنا كنا ملتفتين لهذا الكلام قبل كورونا حتى نعلق الجرس على كورونا؟ لا، وبالدليل إنه أنا كيف ممكن بحاجة إني أرفع الذائقة باتجاه الفنون؟ رفع الذائقة لا يمكن أن يكمل أو أن يؤتى بالطريق الصحيح إلا إذا رفعت درجة الفهم باتجاه أي شيء. فبالتالي هل درجة الفهم عندنا وعند أطفالنا، خلينا نحكي لأنه أهم النظريات الفلسفية التربوية قامت على فرضية الموسيقى، عند أطفالنا نرفع درجة الفهم تجاه الفنون؟ هذه مهمة، أنا بدي أروح الفعالية حتى أرفع درجة الفهم فأرفع الذائقة. كيف ذلك وحصة الموسيقى غابت عن الجدول الدراسي الأسبوعي في التربية ولازم حصتين، وعلى الموسيقى أن تكون ذات علامة مرقومة حتى في كشف العلامات حتى في أهم المراحل مثل التوجيه، طالب التوجيه. ولكن في ناس بيقولوا لك أنه ليس كل تفاعل الناس بذات يعني الحس، يعني مثلا إذا بدك تقيمني على أساس الموسيقى في ناس موهوبين وفي ناس غير موهوبين، لكن أنت تحدثت بمفهوم الذائقة، الذائقة هل ترتبط بشخص معين أو أنا بحكي موهبة؟ طبعا ربنا لما أعطانا عيون وأعطانا أذان وأعطانا كل هذه الحواس مش ممكن غفل، أو آسف مش ممكن ما أعطى الكل نفس الدرجة من المواهب غير المكشوفة. لذلك ستيفن كونفي في كتابه العادة الثامنة شو بيحكي؟ بيحكي إنه الطفل بنخلق ما بيعرف إنه بيحبي أو بيمشي، طفل بيمشي قبل الآخر، بس ممكن اللي تأخر مشي يكون عداء ممتاز البيئة اللي بنحط فيها. كلنا بنمتلك القاعدة في الفنون والمواهب المكنونة في الداخل، كيف تنمية هذه القدرات؟ بعدين أنا ما حكيت أنا مش شرط يكون موهوب، أنا بحكي على المتلقي الجمهور، حاجة الجمهور من إنه يسمع موسيقى يحضر مسرح. الدولة الآن عندي مهرجان جرش على عيني وراسي، أنا ما بحكي عن جانب تجاري أو جانب ثقافي في فترة محددة إسراء، إحنا بحاجة طول العام طول الفترات في المدرسة في الجامعة حتى ضجيجنا اللي عايشين فيه إحنا، الإنسان بهرب دائما إلى مساحات الفرح مساحات الإطمئنان من هذا الضجيج، وبشوف أنا إنه الفنون شيء مهم جدا إلى جانب أمور أخرى طبعا، لكن أنا بحكي عن موضوع إحنا بصراحة يعني بنحكي فيه كثير إنه الفنون وبالتحديد الموسيقى هي حاجة ملحة وليست ترف في مدارسنا في جامعاتنا في إيقاعنا في بيوتنا مع أطفالنا. يعني هذا تحديدا ما جائحة كورونا شوي كشفت لنا بعض الفراغ الموجود في حياتنا، خاصة أنه في جانب كان روحاني أكثر في تلقي إن كان من ناحية ما الذي يحدث في العالم، حالة القلق وحالة التوتر، حتى الأمور التعليمية والضغط النفسي اللي عشناه كنا بحاجة لأنه فعليا نهرب من كتير أمور. هل اكتشفنا حاجتنا أكثر في خلال أزمة كورونا؟ وهون بدي أروح على فكرة أنه المؤثرين والأكاديميين والمثقفين أين هم بكل هذه الفترة؟ أحسنتي، هذا هي كشفت فعلا أنه صار في محق قوي ليه؟ العائلة اجتمعت، الجسد أصيب، فبالتالي هربت الناس إلى الأرواح، إلى أرواحها، إلى وجدانها، إلى مكنوناتها، إلى حاجاتها الفعلية والأساسية. الحاجات الفعلية والأساسية كانت عندنا مش مكشوفة لأنه بركب السيارة وبطلع لأن منع في كورونا،
بنعزم مع أصدقائي مع صديقاتي، بطلع على مقهى، بطلع. الآن لا، تربط المشهد والمجتمع والإنسان، فردت الأرواح إلى ما تحتاج، فبالتالي كشفت المشهد. كورونا خلت الإنسان يشعر بأنه هو بحاجة الموسيقى. إحنا ما هربنا للموسيقى استعراضا، حتى في العالم كله هذا اللي صار على الشرفات والبلكين وحمل الآلات الموسيقية، لا هذا مشهد حقيقي وصادق. الأهم من هذا أنه كورونا، ما بعد كورونا ولسه العالم ما يعني بعض الدول وفقيرة مثل إيطاليا وإسبانيا، لأن أكبر الميزانيات باتجاه وزارات الثقافة، لأنه عندما تغلق وزارة الصحة أبوابها يأتي دور إنعاش الروح ومعالجة النفس من وزارة الثقافة. وهذا المشهد في الأردن بدأ ينتعش، يعني حتى تمتص احيانا غضب الناس او حتى يعني معيشتهم احيانا اللي بتكون صعبه. يعني هل ارتباط الاقتصاد بفكره مش الرفاهيه بس، يعني فكره الثقافه والابداع، هل ترتبط بشكل او باخر؟ وليش دائما على مدار التاريخ كانوا يقولوا انه مبدعين؟ اسئلتك يعني ما هو انا حبيت لا انا ما بدي اتفرع كثير، ولكن هي فكره انه هل الوضع اللي بيعيشه الانسان هو قادر على انه ينتج مبدعين بشكل أو باخر؟ شوفي، الاقتصاد لا يلتقي ابدا مع الفنون. احنا مجتمعات مش نستعرض، مجتمعات نذهب إلى الترف في المحسوس، في المادي، في الشكليات، في المادي. يعني أنا أدعي بأنه الاقتصاد سألني بدي سيارة فارهة، أو بدي الشقة مش معبية، يعني بدي بيت مستقل، أو بدي وبدي وبدي وحاجات. أوكي، في حاجات للبيوت، لكن صعب أني أعلق موضوع أنه أنا مش رايح باتجاه تربية روحي وتربية أبنائي بالاتجاه الصحيح، سلوكياتهم، أخلاقياتهم، الجانب النفسي والانفعالي عندهم. لا يمكن أنه يجي بسيارة فارهة أو يكون أفضل بسيارة فارهة، أو مثلا في إنترنت سريع في البيت، أو في وجبة سريعة كمان تكاوي. لا، هذه فنون. الفنون هي اللي بتعطي الشكل الأفضل للمجتمعات، هي اللي بتخلي الأجيال القادمة. إحنا على فكرة جيل الآن، إحنا يعني الإنسان نفسه هو اللي بذهب باتجاه إشباع الأحاسيس اللي في داخله. الآن بيشتغلوا في العالم إنه يعني ما أفكر في مشكلتي في العقل ولا أفكر فيها في القلب. وهيك كان عند الإغريق، وعند يعني النظريات اللي وصلتنا من بطليموس وأرسطو، وما كانوا على الحدس الجسر اللي بين العقل والقلب اللي بيمشي عليه الأحاسيس. هذه الأحاسيس لا يمكن تغذيتها بأي شيء في الدنيا إلا بالفنون. الآن أنا بكشف روحي وبكشف الكون حولي، بكشف مجتمعي من خلال الفنون. وبعدين نحكي بصراحة وبتركيز أكثر، إحنا الدولة الآن وإحنا نحتفي بمئويتها الأولى، مين كان رفيق كل الأحداث اللي صارت في خلال المئة عام سياسيا بالتحديد وفي كل المناحي؟ أغنيتنا اللي كانت رفيقة مدماك في بناء الدولة. شوفي الأحداث السياسية مع الجيش، مع المواطن، مع الحصاد، مع المزارع، مع اللي بتجيها الولد البكر، مع العرس، مع هل يمكن أنه تمشي حياتنا بأي مناسبة كانت بدون ما يرافقها موسيقى؟ لا يمكن. وكانها شاهد على العصر، يعني شاهد طبعا شاهد وشريك في البناء. يعني احنا شو فكرة من انه الطالب يغني نشيد، اي نشيد في الطابور الصباحي مشان يفتح صوته مثلا يدخل يعطي حصة؟ لا، هي لا يمكن انه نلتقي مع الارض وتزيد درجة الانتماء وتنمية الحس في دواخلنا الا من خلال النشيد، الا من خلال الاغنية. لا يمكن. احنا اللي بيأثر فينا اكثر في الفيلم ما بنشعر لما بندخل، ليش بنحب نحضر في السينما؟ هو الساوند سيستم في السينما، الامبليفايرز اللي في السينما هي اللي تسحبني. نعم. مش العين بس. نعم، يعني هذا موضوع طبيعي وكبير جدا، من الواضح انه غياب هذا الموضوع معناته عندنا غياب في الاحاسيس ايضا في هاي المرحله. ما بعرف، لا تعليق على الموضوع، ولكن يعني اكيد نشكر وجودك معنا اليوم دكتور محمد واصف الموسيقي والاكاديمي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك اسراء، شكرا.